زبون زبون سقع. ويلكم ويلكم. سايح ولا مصري؟ مصري. بتتكلم عربي كمان؟ اهلا اهلا. ايه ده؟ ايه؟ مش انت اللي خبطت فيا في القهوة؟ يا عم صح، بس انت اللي خبطت فيا يا عم. يا انت مش فاكرني ولا ايه؟ لا فاكرك، امال ايه؟ هشام الحرامي. ايوه، بس انا بقى مش هشام، انا الحرامي. طيب يا عم، الهشام اللي مش حرامي بقى، يعني انت عايز ايه من هنا؟ عاوز اسرقك. ايه ده؟ عيني عينك كده؟ لا لا لا، ما انت هتعمل معايا واجب يا صاحبي بقى، ها؟ وتساعدني ان انا اسرقك. يلا يلا بقى، ساعدني ان انت ما تشوفنيش عشان اعرف اسرقك. يا ابني طب استنى لما اخرج ولا اي حاجه علشان تسرقني. تسرقني كده؟ انت هتعمل نفسك مش شايفني. ماشي حاضر، بس اوعى اشوفك. لا لا مش هتشوفني اهو. يلا. خلاويص لسه؟ خلاويص لسه؟ اجيب البوليس لسه؟ يوه سرقت ولا لسه بقى؟ انا زهقت، انا هفتح عيني اهو. انت زهقت وانا طهقت. انا مش عارف اسرق، انا فاشل انا فاشل. يا ابني اسمعني بس، وانت حرامي بجد؟ والنعمة. ايوه بس مش باين عليك خالص يعني. يا راجل. لا طب وانت ما لقيتش غير الشغلانه دي يعني وتشتغلها؟ اعمل ايه بس، السرقه دي الحاجه الوحيده اللي مكسبها مضمون، وانا راجل في رقبتي سبع عيال وامهم وابوهم. ايه قصدي، انا بجري على سبع عيال غير امي وابويا. ياه ده انت طلعت عينك من الجري اكيد. والله تعبت. طب ما تشوف لك شغلانه كده شريفه ولا اي حاجه. اشتغلت طبعا. ايه اشتغلت نصاب بس فشلت. عداك العيبه كده، هتعمل ايه اكتر من كده؟ ايه ايه ممكن تساعدني؟ طب اساعدك ازاي يعني؟ اديني اي حاجه افتح بيها الخزنه. تطفش بيها الخزنه دي؟